فيلم تريفر الجزء الثاني. بعد ما شفنا بالجزء الأول ظهور مهرج سفاح يقتل النساء وهو يخطف بعض البنات على مود يقتلهن بأبشع الطرق، وصارت مجزرة على إيد هذا السفاح، وما طلع من هاي المجزرة غير بنية وحدة واللي هي اسمها فيكي. وبالأخير الشرطة قبضت على المهرج، بس هو طلع مسدسه وقتل نفسه، أو على أثرها انتقلت جثة المهرج للمشرحة. لكن لما أجى الدكتور على مود يشرح الجثة يلقى جثة المهرج مختفية، لكن فجأة يظهر المهرج ويقتل الدكتور. ورابط الجزء الأول راح تلقوه بالوصف. أما الجزء الثاني فتبدأ قصته بغرفة المشرحة بعد ما المهرج ضرب الدكتور وهو حاول يقوم على مود يتصل بالطوارئ، بس المهرج ضرب الدكتور براسه وقلع عينه وبسرعة خلاها إلى بدال عيونه. بعدها طلع وراح للمغسلة وشاف أكو شخص نايم هناك، فالمهرج خلى ملابسه بالغسالة وبقى ينتظر على مود يجهزن. وهنا نشوف إنه أكو بنية كانت لابسة نفس ملابسه وهي جت يمه أو قعدت تلعب وياه، بس لما قعد الرجال شاف المهرج ده يلعب لوحده، فالمهرج يلبس ملابسه وينظف الارض ويطلع من المكان. ونعرف هو قتل الرجال اللي كان نايم. وهسه نتعرف على بنية اسمها سينا، وهي كانت تجهز ملابسها وتستعد للاحتفال بالهالوين، وهي عايشة ويا امها واخوها الصغير اللي اسمه جون، وهم كانوا يحكون على ملابس عيد الهالوين وشنو اللي راح يلبسوه. فاخوها كان يريد يلبس زي المهرج، لكن سينا ترفض وتقول لامها انه المهرج قتل 9 اشخاص بالسنة اللي فاتت، وتقول له جون انا ما راح اخليك تقلده. وامها من تسمع ترفض ابنها يلبس هذا الزي، لكن نعرف انه هو كان جهز الزي ومعلقه بالغرفة. ولما يجي الليل يروح جون يم اخته ويقول لها هو المهرج بعده موجود، لان يقولون الجثة مالته اختفت. فاخته تقول له وانت ليش مهتم بي؟ فجون يقول لها انا اعرف هو مستحيل راح يرجع مرة ثانية. وبعدها عاف وراح لغرفته، وبمكان ثاني كانوا بده يسوون اعلان عن لبس المهرج على متحفلة الهالوين، وتكون سينا وياهم بالاعلان. وفجأة يجي المهرج وينطق كل واحد بيهم هدية، وايضا ينطق سينا هديتها. وسينا كانت مرعوبة، ولما تفتح الهدية تشوف بها قلب بشري دا ينبض. او فجأة المهرج يطلع سلاح ويقتل كل الموجودين، او بعدها يروح على البنية اللي تعزف ويحرقها. ونشوف ان سينا كانت بعدها عايشة، ولما المهرج يشوفها يلحقها على مود يحرقها، بس هنا سينا تفز من النوم وتعرف انه هذا كان كله حلم. وفجأة تشوف غرفتها تحترق بسبب الشموع اللي عافتهن ونامت، ولاحظ ان امها كانت معصبة كلش لانه سينا عافت الشموع مشتعلة. فسينا تقول لها انا ما شغلتهن وما اعرف من اللي شغلهن. وفجأة نشوف المهرج وهو دي يجهز اسلحته، وتكون اكو بنية ويا لابسة لبس المهرج وهي كانت تتفرج على التلفزيون، او اكو فت قناة تلفزيونية ملتقين بالناجية الوحيدة من مذبحة المهرج بالسنة اللي فاتت. والمذيعة من تقول المهرج مات، المهرج يجي ويضرب التلفزيون ويكسره. وبثاني يوم بالمدرسة جون يشوف المهرج والمهرجة وهم قاعدين بارض المدرسة، وهم كانوا ياكلون بحيوان ميت. فالمهرج من يشوف جون يرمي عليه الحيوان، وجون يخاف ويطلع يركض بسرعة. بهاي الاثناء مدرسة تشوفها لجون وتروح على مود تعرف هو ليش مرعوب، لكن تلاحظ وجود حيوان ميت مرمي على الارض وهي ايضا تخاف من عنده. بهاي الاثناء سينا تروح على مود تشتري جناحين حتى تلبسن بعيد الهالوين، وصديقتها ايلي كانت وياها، لكن وهي دا تمشي تصطدم بالمهرج، فهو يبوّع لها بنظره مرعبه ويضحك، وايلي تعتذر له وتعوفه. فالمهرج لما يدخل للمحل سينا تشوفه، وهي بسرعه تمشي من يمه وتهرب، وتروح على مود تدفع فلوس الغراض اللي اشترتهن، بس تطلع ناسيه الحقيبه بالطابق الارضي. لكن هنا المهرج يجيب لها الحقيبة وهو يروح يشتري النظارة ويسوي ازعاج بالمحل، فصاحب المحل يحذره انه يصدر ضوضاء. بعدها يروح للمخزن على مود يجيب اكياس كبيرة للجناحين اللي اشترتهن سينا، فهنا يبدا المهرج يقرب من عندها ويضايقها وهي كانت مرعوبة من عنده. لكن صاحب المحل يرجع ويحكي عليه للمرة الثانية، فسينا تاخذ غراضها وتطلع من المحل، والمهرج بسرعة يروح ويقفل الباب ويرجع على صاحب المحل فيسأله على سعر اللعبة، وصاحب المحل يقول له على السعر. وهنا بسرعة المهرج ينزل جوا الميز ويطلع سلسلة وشاكوش وبطل وساطور، او بعدها يطلع الفلوس، وصاحب المحل يقول له اطلع من المحل قبل ما اضربك واقتلك. فالمهرج يبقى يبتسم ويشيل البطل ويضربه براسه، او بعدها يضربه بالساطور ويقتله. بهاي الاثناء سينا ترجع للبيت، فاخوها يقول لها انا شفت المهرج بالمدرسة وهو كانت وياه بنية مهرجة، واحس راح يصير شيء اليوم، ويقول لها الافضل اليك لا تطلعين اليوم من البيت. فهي تقول له انت لا تخاف وانا ما راح يصير لي شيء، واخوها يقول لها انت لا تخافين لانه راح تسمعين حالات قتل اليوم.
اليوم. بعدها تجي الأطفال للمنازل على متخذ الحلويات مثل كل سنة، وهنا المهرج يدق الباب على إيلي صديقة سينا ويقول لها أنا أريد حلويات، فإيلي تتذكر من اصطدمت بيه بالمحل وهي ترفض تنطيه الحلويات لأنه هو كبير ومو طفل، وبعدها تسد الباب بوجهه، بس هو يرجع يدق الباب بقوة ويطلب من عندها الحلويات للمرة الثانية، فإيلي ترمي الحلويات عليه على مود يروح، بس فجأة تشوف بالكيس أدوات القتل مالته وملطخة بيها الدماء، وهي تخاف وتدخل للبيت وتقفل الباب، لكن هي تطمئن لما تشوفه وهو رايح من يم بيتها، أو لما يجي الليل سينا تلبس ملابس عيد الهالوين وتطلع للاحتفال، وإيلي أيضا كانت تجهز نفسها على متحضر الاحتفال، لكن هنا إيلي تسمع صوت أشياء تتكسر، ولما تنزل تشوف الباب الزجاجي مكسور، وأيضا تلاحظ وجود المهرج بالمطبخ وهو كان دا يشرب، فإيلي تحاول تهرب من عنده، لكن المهرج يلزمها ويضرب وجهها بالمشرط، وبعدها يقص فروة شعرها بالمقص، ويبدأ يستخدم وياها أسلوب عنيف جدا، ولما خلص راح جاب كلور وملح ورش على جسمها على مود تتأذى أكثر، وبهاي الأثناء سينا تطلع على مود تروح للاحتفال، أما أم إيلي فتشوف الباب مكسور، وهي بسرعة تروح تركض على غرفة بنتها على مود تشوف إيش بيها، ولما توصل تشوف المهرج قاعد دا يقطع بلحم بنتها وياكل من عنده، وكل هذا هي كانت بعدها عايشة، فتبقى أمها تصرخ وهي خايفة، وهي كانت تطلب المساعدة على مود يجي واحد وينقذهم، وهسه نشوف سينا وهي بالحفلة، وأصدقائها يسألون على إيلي لأنه هي ما كانت موجودة وياهم، فصديقتها تقول لهم شوية وتجي، وبهاي الأثناء يوصل جيف صديقهم ويتعرف على سينا، بعدها يجون مجموعة أطفال على بيت إيلي على مود ياخذون الحلويات، لكن المهرج يطلع لهم أبراس إيلي وكانوا مخلي بيه حلويات، والبنات عبالهم دا يشاقة وياهم لأن هم بعيد الهالوين، أو عبالهم الدم اللي موجود على الحلويات هو أصباغ، فيروحون هم فرحانين ويسلم عليهم ويبقى يضحك. أما جون وأمه فكانوا بالبيت، وأمه تقول لجون تعال خلينا نشوف فيلم ونسهر سوا، لكن جون يرفض لأن هو كان خايف على أخته. بعدها يشوف الكتاب اللي كان أبوه يجمع به المقالات عن جرائم المهرج وعن الضحايا اللي كان يقتلهم دائما، وأبوه كان راسم شخصية الابنية اللي هي راح تقتل المهرج، بس أمه تقول له أبوك كان مختل عقليا، وأني خذت من عنده الكتاب وقطعته لأنه بيه كذب هواية، لكن جون يشتم أمه وعلى أثرها هي ضربته، فجون طلع من البيت زعلان، وهنا الأم تبقى وحدها بالبيت، بس فجأة تسمع صوت بالجراج، ولما تروح على مود تشوف مصدر الصوت تلاحظ أن سيارتها متلطخة بالأصباغ، فتتصل على سينا وتقول لها على اللي صار، لكن سينا تحاول تهديها وتطمنها، والأم من بدأت تنظف سيارتها وتمسح الجامة تتفاجأ بوجود المهرج وهو قاعد بيها، وبسرعة المهرج يطلع السلاح ويضربها برأسها، وهسه نرجع بالحفلة، وسينا شافت البنية المهرجة وهي تقرب عليها وتصرخ، بس ما حد كان شايفها غير سينا، وبهاي الأثناء جون يرجع للبيت وهو خايف ويشوف أمه كانت قاعدة على الميز وراسها متكسر، وفجأة المهرج يطلع له، وجون ينصدم ويروح بسرعة ويصعد للطابق الثاني، والمهرج يبقى يركض ورا، فجون يدخل بغرفة أخته، وهنا يشوف الخنجر السحري مالت أخته، وجون يقرر ياخذه على مود يدافع بيه عن نفسه، لكن للأسف المهرج يحقن جون بأبرة وياخذ الخنجر من عنده، وبهاي الأثناء سينا ترجع هي وجيف وبروك، وسينا كانت خايفة بعد اللي صار بالحفلة، وهي بالسيارة يتصل بيها جون ويقول لها ضروري تجين، بس نعرف إنه جون كان متخدر ونايم، واللي اتصلت بيها هي المهرجة الصغيرة وهي كانت تعرف تقلد الأصوات، فالمهرج كان يريد ياخذ جون للكرنفال القديم، أما المهرجة فهي بقت تطلب من سينا إنه تجي هناك، وسينا تخاف كل شهواية، وبروك صديقتها تقول لها أكيد أخوش ذي شقة وياك، لكن سينا تقول لها إنه صوت جون بيشي غريب وأني لازم أروح هناك على مود أطمن عليه، وهنا جيف يقول لها لا تخافين لأن إحنا راح نروح وياك ولا تهتمين لأنه المكان قريب، ومن يصلون للمكان يشوفون المكان مهجور وأخوها مو موجود، فبروك تقول لها أنه قبل كم يوم ماتت ابنية بهذا المكان أو ليش أخوه جابك هنا، فسينا خافت على أخوها ونزلت على مود تشوفه هو وين، وجيف يقول لبروك أني لازم أنزل وياها، لكن بروك ترفض وتقول لعوفها لوحدها لأنه أكيد جون دا يشاق وياها، وتقول لجون اختل عقليا لما انتحر أبوه، أبهاي الأثناء سينا اتصلت على جون وقالت له أنا منتظرتك يا من لعبة دوارة، وفجأة صوت جون يبدأ يقطع ويفصل الاتصال، فيراسلها ويقول لها أنا بيت الرعب تعالي هناك، لما جون يقعد يشوف يمه اكو دمى مخيفه مشوهه، وجون بدا يخاف وطلع بسرعه من المكان، ولما سينا توصل البيت الرعب تبقى تصيح لاخوها لكن بدون اي رد، وبهاي الاثناء بروك تتصل على سينا بس تليفونها يكون مقفول، اما جيف فهو نزل للحمام، وهنا بروك تنتبه انه اكو كلام على جامه السياره، وفجاه المهرج يطلع ويطعن جيف بالسكين، ولما بروك تشوفه حاولت تهرب من عنده بس المهرج كسر الجامه وطلعها من السياره، وهنا بروك قدرت تضربه وتهرب من عنده،
وهي دخلت وبقت تصيح لسينا، بس المهرج كان ديمشي وراها، ونعرف انه سينا بعدها بيت الرعب تدور على جون. اما بروك فهي بقت تصرخ وتصيح عليها، والحسن الحظ سينا تسمعها، لكن بروك تدخل المكان غريب، وهذا المكان هو اللي المهرج يقتل بيه الناس. فالمهرج يدخل وراها، وبروك تاخذ خشبه وتتوسل بيه على مود يبتعد عنها، بس المهرج يذب عليها تيزاب ويحرق وجهها، وبدا يضرب بها بالخشبه ويكسر بعظامها، وللاسف بروك تموت بطريقه جنونيه. بعدها توصل سينا للمكان وتشوف بروك مقتوله ومتشوه شكلها، فتخاف هوايه، ونعرف ان المهرج كان واقف قريب من عندها. وبنفس الوقت يوصل جون، وبسرعه سينا تاخذ خشبه بها بسمار وتطلب من جون انه يهرب. اما سينا فهي قدرت تطعن المهرج بيها، بس هو لزمها وبقى يضرب راسها بالمرايه، وعلى اثرها سينا يغمى عليها. بعدها المهرج عافها وراح على مود يدور على جون، وهسه نشوف جون وهو شاف باب الخروج وراح بسرعه على مود يطلع من عنده، لكن يتفاجئ لما يشوف المهرج بوجهه. وللاسف المهرج يطعن جون بالمشرط، وفجاه سينا تجي من وراه وتضربه بالخشبه على راسه، وبسرعه تاخذ اخوها وتروح وياه، لكن سينا كانت مصابه. فسينا قالت جون انت كلامك صح وكل شيء كنت تقوله، وجون يقول لها انه المهرج كان رايدك انت بالاول، وهو جابني هنا على مود انت تجيني لهذا المكان، وانت الوحيده اللي راح تخلصين عليها مثل ما قال ابونا. وسينا تقول له احنا لازم نطلع من هنا بسرعه، لكن هما بطريقهم يدخلون بمكان بيدمها مرعبه وشكلها غريب. فسينا تخلي جون بهاي الغرفه وتروح على مود تدور على الطريق، لكن فجاه يطلع المهرج يم جون ويضربه بسلسله حديد على ظهره، وهنا سينا سمعت صراخ اخوها فترجع له بسرعه، واول ما توصل تضرب المهرج وهو يرجع يضربها بالسلسله، وبعدها يدفعها وبقى يضرب بها وهو مستمتع، ورجع يضرب بجون، بس اخته كانت تدافع عنه دائما، وهو بقى يضرب بيها لحد ما سينا لزمت السلسله بقوه وتسحبها من المهرج، وبدت تضرب المهرج بسلسله، وبعدها جابها صيخ طويل ودخلتها بدماغ المهرج، وعلى اثرها المهرج وقع بالارض، وسينا اطمأنت لانه عبالها المهرج مات، بس يرجع المهرج ويوقف ويلزم سينا ويخنقها، وهنا جون يتشجع وياخذ المسدس اللي كان ويا المهرج ويضربه، لكن للاسف سينا يغمى عليها، واخوها كان يحاول يقعدها. او اول ما تقعد تشوف امها قدامها وتحضنها، او جون يقول لها ابعدي عنها لانه هاي مو امنا، وفجاه تتحول ويظهر المهرج وهو يلزم راسها، وسينا تشوف كل اللي صار لامها وتنهار وتبقى تبكي. ومن ترجع لوعيها تروح تدور على جون، وتشوف جون وقع بالارض والمهرج قدامه، وعبالها انه اخوها مات، فسينا تروح وتبقى تضرب بالمهرج، لكن هو يسيطر عليها ويخنقها، بس سينا بسقط بوجهها وشتمته، وللاسف المهرج دفعها اوقعها من مكان مرتفع، بس هي كانت بعدها عايشة، فتقوم وتشوف مكان لونه أحمر، وهي لما تقترب من عنده تسمع صوت ناس تستغيث، وكان الدخان يطلع من هذا المكان، وفجأة المهرج يظهر ويطعن سينا بالخنجر السحري مالتها، وسينا توقع بالمكان الأحمر، والمهرج يرجع على جون على مود يقتله، وهسه نشوف سينا وهي محجوزة ومربوطة بصندوق زجاجي، ونشوف قدامها الحلم اللي حلمت به سابقاً، وكانوا كل الناس ميتين، فهي بدأت تحاول تطلع من هذا المكان، وهنا بدأ الأكسجين يقل عندها، وعلى أثرها اختنقت واغمى عليها جوا المي. بعدها جون يقعد ويشوف المهرج ياكل بايده، او جون يصرخ على سينا على مود تجي وتنقذه، لكن يشوف الخنجر وهو بدا يضوي، وفجاه سينا ترجع للحياه وتاخذ الخنجر السحري، وبسرعه تطعن المهرج، وبعدها قطعت راسه، واخيرا اطمأنت لانه قدرت تقتل المهرج، ونعرف ان المهرج ما يموت الا بهذا الخنجر. بعدها ظهرت المهرجه، وراحت على المهرج ولزمت راسه، وهي بقت تتبوع عليهم بغضب، فاخذت الراس وطلعت من المكان. وبعد مرور ايام بسيطه نروح المستشفى الامراض النفسيه، ونشوف فيكي وهي حامل، وفيكي هي الناجيه الوحيده من الجزء الاول، وهي تكتب بالدم على جدار المستشفى فيكي والمهرج هم احباب. وفجاه الممرضه تسمع وحده جاي تحكي، وتشوف فيكي وهي لازمه راس المهرج وقاعده بالارض وتضحك. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم، وشي اكيد راح افرح كل شهوايه باقتراحاتكم، ولهنا تكون نهايه الفيلم.